السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يؤمن به ويتوكل عليه ويستعين به، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من تبع هديه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالعنوان كل يوم هو في شأن، لكن المعنى ظاهر ولله الحمد، فلا حاجة للاستفاضة فيه، وإنما سنشرح ما قبله من آيات. قال الله عز وجل: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وما بعدهن من الآيات إلى قوله سبحانه: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. الجن والإنس أمتان عظيمتان أسماهما الله عز وجل بالثقلين، فقال وهو أصدق القائلين: سنفرغ لكم أيها الثقلان. وهما أمتان عظيمتان مكلفتان دون سواهما، فإن الملائكة خلق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وما سواهما جعلهم الله عز وجل جمادات، فبقيت هاتان الأمتان العظيمتان تعبدهما الله عز وجل بعبادته. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم ذكر الله عز وجل في هذه السورة وفي غيرها خلقهما، فقال عن خلق بني آدم: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وهذه مرحلة من مراحل خلق أبينا آدم عليه السلام. وقال جل ذكره: وخلق الجان من مارج من نار. واختلف هل إبليس هو أبو الجان أو كان أحد قبله، وظاهر القرآن أنه ليس هو أبا الجان، لأن الله عز وجل قال: إلا إبليس كان من الجن، فهذا يشعر أن أمة الجن مخلوقة قبل إبليس فهو منهم، لكنه ليس رأسهم كما أن آدم عليه السلام كانت منه ذريته. لكن قد يدفع هذا الإشكال بقول الكبير المتعال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولا أستطيع أن أجزم أو أن أرجح بين الرأيين. فخلق الله عز وجل أبانا آدم من طين، ثم مزج هذا من تراب، ثم مزج هذا التراب بماء فأصبح طينا، ثم ترك فأصبح صلصالا كالفخار. فهذا قول الله عز وجل في سورة الرحمن: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وقال جل وعلا: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فخلق الله عز وجل الجن من نار، وأعطاهم الله القدرة على التشكل، وكتب الله عز وجل أنهم يروننا ولا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وزعم بعض أهل العلم أن مؤمني الجن إذا دخلوا الجنة يراهم مؤمن الإنس في الجنة، لكنهم لا يرون هم أي الجان لا يرون المؤمنين في الجنة، كأنه يريد أن يقول إنهم يعاملون بالضد. وهذا القول قد قيل، لكن ليس عليه أثارة من علم تجعله راجحا، وإنما ظاهر القرآن أن المؤمنين من الجن والإنس يدخلون الجنة وهم في نعيمها سواء. قال الله عز وجل: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وهذا يعم المؤمنين من الجان ومن بني آدم. فقال عز وجل هنا: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. ثم قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالنعمة التي ذكرت هنا هي نعمة الخلق والإيجاد. ثم قال جل وعلا: رب المشرقين ورب المغربين. وإنما هذا باعتبار مشرق الشمس ومغربها،
صيفا وشتاء. وقد قال عز وجل: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، وهذا باعتبار مشرقها ومغربها كل يوم. فهو جل وعلا رب المشرقين ورب المغربين، لأنه لا يمكن للشمس أن تشرق أو تغرب إلا بإذنه، بل لا يكون شيء في هذا الكون كله إلا بإذنه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقال عز وجل: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال: يخبر عن ذاته العلية، عن عظيم ملكه، عن جليل رحمته، عن بديع سلطانه. قال: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. أريد بالبحرين البحر العذب والبحر الملح. قال عز وجل: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. فمعنى ملح أجاج أي مر لا يستساغ شرابه. فماء البحار ملح وماء الأنهار عذب. وقال عز وجل: بينهما برزخ لا يبغيان. البرزخ هو الشيء الذي يكون بين شيئين لا يمكن أن ينسب إلى هذا ولا إلى هذا. يقال إن وادي محسر برزخ ما بين منى ومزدلفة، لا هو من مزدلفة ولا هو من منى. ويقال عن الجبل إذا بدأ ينزل حتى دنا من الوادي يقال خيف، فلا هو جبل ولا هو وادي. ولهذا يقال عن المسجد الذي بمنى مسجد الخيف، لأنه في سفح الجبل ليس في الوادي ولا في علو الجبل. وكذلك كل برزخ يكون فاصلا بين الشيئين. والبرزخ الذي بين البحرين لا يرى ولا يستطيع أحد أن يعينه، لكن العلي الكبير قال: بينهما برزخ لا يبغيان، لا يطغى أحدهما على الآخر فلا يختلطان، فيبقى البحر الملح ملحا والبحر العذب عذبا. والحديث عن البرزخ يستفيض، لكن أعظم البرزخ إذا أطلق يطلق إلى حياة الناس بعد موتهم وقبل بعثهم. قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فحياة القبور هي حياة البرزخ. وبعض أهل العلم يرى أن أرواح المؤمنين باقية على قبورهم، أي ما من عبد مدفون إلا وروحه على قبره. ومن قال بهذا استدل بمفهوم حديث قوله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في كلمه في تعليمه ثمة أقوال له لا يختلف الناس في فهمها، هذا منطوق حديثه. وبعض الأقوال عليه الصلاة والسلام يفهم منها، والفهم نعمة، ليس كل أحد يؤتاه، لكن لا نستطيع أن نجزم أنه مراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يحتمل ولا يحتمل. لم يبقى صريح قوله عليه الصلاة والسلام. من ذلك أنه لما ذكر عليه الصلاة والسلام القبور قال: ولا أبالي أن أقضي حاجتي بين القبور أو أن أقضيها بين في السوق، ولا أبالي أن أقضي حاجتي بين القبور أو أقضيها في السوق. فمعلوم أنه لا يوجد أحد عاقل حر يفقه في شيء من الحياة يقبل أن يقضي حاجته في السوق بين الناس. لماذا؟ لأن الناس يرونه، فإذا رأوه عابوه، فإذا عابوه نفر منهم، فلا يقبل أحد أن يقضي حاجته في الأسواق لأنها مجامع الناس والناس ينظرون إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا أبالي أن أقضي حاجتي بين القبور وفي السوق. وهو يريد أن يقول صلى الله عليه وسلم: كما أنه لا يقبل أحد أن يقضي حاجته في السوق، وكذلك لا يقضيها بين القبور، مع أن القبور كما تعلم ظاهرها لا أحد فيها، فالقبور مدفونة أرضها على أصحابها. من هنا
من هنا فهم العلماء أن أرواح الموتى على القبور، فقالوا إن لأن أرواح الموتى على القبور فهم يرون من يقضي حاجته بين القبور. هذا وجه الدلالة في الحديث على من يقول به، وقد قال به الإمام الزرقاني رحمه الله. لكن المقصود تقريب الأمر لكم، فحياة الناس في القبور هي حياة البرزخ، وهي المراد بقول الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وحياة البرزخ تبدأ من حين أن يقبر الإنسان، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قالت: جاءتني يهودية تستطعمني، تطلب طعاما، فقالت، أي اليهودية وهي على باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: أطعموني. ثم أرادت أن تستدر رحمة عائشة، قالت: أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن عذاب القبر. قالت أم المؤمنين: فحبستها، أي أخرت إجابتها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت عائشة لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أرأيت ما تقول اليهودية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وما تقول؟ قالت: تقول أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن عذاب القبر. فقالت عائشة: فمد صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ربه يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن عذاب القبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما الدجال فإنه ما من نبي إلا حذره أمته، وإني أحذركم إياه تحذيرا لم يقوله نبي قبلي، إنه أعور، وإن الله عز وجل ليس بأعور. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما فتنة القبر فإنكم بي تفتنون وعني تسألون. قال: فإن الرجل إذا كان صالحا يجلس فيقال له: فيما كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام. فيقال له: ما هذا الرجل؟ قال: هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه الله عز وجل بالحق فصدقناه. فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: لا ينبغي لأحد أن يرى الله. فيقال له: اجلس. فيجلس، فتفرج له فرجة إلى النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله عز وجل. ثم تفرج له فرجة إلى الجنة فيرى زهرتها وما فيها، فيقال له: انظر، هذا مقعدك في الجنة. ثم يقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. اللهم أحينا على اليقين بك، وأمتنا على اليقين بك، وابعثنا اللهم على اليقين بك. فهذا أول حياة البرزخ. ثم يكون أحوال الناس، والصلاة تكون على رأس المؤمن، والصيام عن يمينه، والزكاة عن شماله، وفعل الخيرات والإحسان عند رجليه. كل ذلك يمنع أن يصل إليه شيء من العذاب، حتى يعلم العبد أن الله عز وجل يحفظ عباده المؤمنين المتقين بأعمالهم الصالحة، بإيمانهم وأعمالهم الصالحة. فهذا أول ما يكون من حياة البرزخ. ثم يكون فيها ما شاء الله عز وجل لها، ما شاء الله أن يكون من عذاب أهل المعاصي ومن نعيم أهل الطاعات. وغالب الظن والعلم عند الله أن ذلك ينتهي إلى حد، حتى يأمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ، فإذا نفخ إسرافيل النفخة الثانية وخرج الناس من قبورهم، فانتهى بذلك حياة البرزخ. فتكون حياة البرزخ وسطا بين حياتين، بين الحياة الدنيا التي نعيشها وما بين الحياة الآخرة التي الكل موعود بها. قال الله عز وجل: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فقال عز وجل هنا لما ذكر البحرين، قال: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال جل وعلا: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. واللؤلؤ ذكره الله عز وجل نعمة
ينعم بها على عباده، إذ قال عز وجل في سورة فاطر: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه. فذكر الله عز وجل من مننه على عباده ما يستخرج، وقد ذكر الله عز وجل اللؤلؤ في كتابه العظيم وصفا لخدم أهل الجنة، فقال مرة جل وعلا: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وقال عز وجل عنهم في سورة الإنسان: قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. فهم جمالهم في تفرقهم، لأن من يقوم بالخدمة كلما كانوا متفرقين كانوا أقدر على الخدمة، وكلما كانوا صغارا في السن كان الإنسان جبلة لا يتحرج أن يستعملهم أن يستخدمهم أن يطلب منهم طلبا، لأن النفوس جبلت على أنها تستحي أن يخدمها من هو أكبر منها سنا، جبلت على أنه يصعب عليها أن تطلب ممن هو أكبر منها سنا أن يخدمها. ولهذا قال الله عز وجل: ولدان مخلدون. فالولدان جمع وليد، والمراد غير متقدم في العمر، ويقال للأنثى وليدة، وهذا كانت تستخدمه العرب في كلامها، إلا أنهم يقولون غلمان وولائد في ظاهر كلامهم، في ظاهر كلام استعمال العرب. فقال الله عز وجل: ولدان مخلدون. واختلف هل هؤلاء خلق ينشئهم الله في الجنة خدما لأهلها، أم هم صغار أبناء المشركين ممن ماتوا قبل البلوغ، هذا تحتمله الآية، وقيل إنهم صغار المؤمنين، وهذا وإن قال به بعض الأجلاء لكنه بعيد، لأن من مات صغيرا من أبناء المسلمين فإنه يلحق بأبويه، لكن ظاهر القرآن والعلم عند الله أنه لا يصل إلى مرحلة أن يكون من الأبرار من المقربين، لا يكون من المقربين، يبقى على حالة أصحاب الميمنة. ولعل في القرآن ما يشير إلى هذا، قال الله عز وجل في كتابه العظيم: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فقول الله وكنا نكذب بيوم الدين هذا سبب الخلود في النار، لكن الشاهد من الآية أن الله أخبر أن هؤلاء يسألون أهل النار ما سلككم في سقر، ولو كانوا هؤلاء نشأوا كبارا ماتوا كبارا لعلموا لما سلك هؤلاء الأشرار في سقر، لكنهم يسألون لأنهم ماتوا صغارا، فهؤلاء الصغار هم أبناء المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ، لا يعلمون سبب بقاء أولئك الأقوام في النار فيسألون. فيحمل قول الله عز وجل إلا أصحاب اليمين، يحمل على من مات من صغار المؤمنين. قال الله عز وجل: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وقال هنا لؤلؤا منثورا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. لفظ مخلدون جماهير أهل العلم على أن المعنى أنهم لا يكبرون لا يهرمون، لكن هذا معلوم قطعا أن أهل الجنة أصلا لم يقل أحد أنهم يهرمون أو يكبرون. فذهب بعض من له علم بالعربية، ونقل هذا عن أبي عبيدة أحد علماء اللغة، أنه قال إن معنى لفظ مخلدون في الآية إنما هو جمع خلدة، والخلدة هي القرط بلغة حمير يوضع في الأذن. فقال معنى قول الله عز وجل ولدان مخلدون أي أن في أذنهم الأقراط، هذا قول، لكن كما قلت الجمهور وأهل العلم على خلافه.
فقال الله عز وجل هنا: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. الجمهور من أهل العلم يرى أن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من الماء الملح، لا يخرجان من الماء العذب، وهذا تنقله العلماء كابرا عن كابر، ونفاه شيخنا الإمام الشنقيطي رحمه الله نفيا جازما، وقال إن هذا القول باطل، وقال إنه يحترم أجلاء العلماء الذين قالوا بهذا، لكنه قال إن القرآن ينفيه، لأن الله عز وجل قال: ومن كل، أي من الملح ومن العذب، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. لكن أولئك يقولون إن الواقع يشهد أنه لا يخرج إلا من الملح. أيا كان الأمر، المجلس مجلس علم يذكر فيه أقوال العلماء حتى يفقه الناس كلام ربهم. فقال عز وجل: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وقد ذكر الله عز وجل المرجان والياقوت في وصف الحور العين، قال جل وعلا: متكئين على فرش بطائن ومن استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال جل وعلا كأن ذكر وصف الحور العين، ثم قال: كأنهن الياقوت والمرجان. وقد جاء وصف الياقوت للحجر الأسود ومقام إبراهيم، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنهما من السماء وأنهما من الجنة، وأن الله عز وجل طمس نورهما وإلا لأضاء ما بين المشرق والمغرب. والمراد قول الله عز وجل: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال أصدق القائلين: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار هنا جمع جارية، لكن ليس المقصود بها الأنثى من النساء، وإنما جارية من الفعل جرى، أي في البحر أي السفن. قال عز وجل، والقرآن يفسر بعضه بعضا: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي في السفينة. والسفينة ذكرت في القرآن باسم الفلك، باسم السفن، باسم الجارية، وذكر فيها قصص كثير. أوله خبر نبي الله نوح، ربنا قال: فأنجيناه وأصحاب السفينة، فنجى الله عز وجل نوحا في السفينة. ولذلك قال بعض حذاق علم الرؤيا إن الأصل في السفينة إذا رؤيت في المنام أنها دليل نجاة ما لم ترى في اليبس، لأن الأول يقول إن السفينة لا تجري على اليبس، فالأصل في السفينة أنها نجاة، لأن الله يقول: فأنجيناه وأصحاب السفينة. وذكرها الله عز وجل في خبر يونس بن متى، قال الله عز وجل: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون الممتلئ بالناس. فذكرت في هذين الموضعين، وذكرت في خبر موسى والخضر، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت ونعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال هنا جل وعلا: وله الجوار، أي السفن، المنشآت في البحر كالأعلام، جمع علم، لكن لا يقصد بالعلم هنا الراية المعروفة، وإنما علم هنا بمعنى الجبل. قالت الخنساء: ترثي أخاها صخرة وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، علم بمعنى جبل. وقيل إنه اسم لجبل بعينه، جبل صغير في جزيرة العرب، لكن أيا كان قصد الخنساء، هل تقصد جبلا بعينه أو جبلا نكرة، فإن العلم هنا بمعنى الجبل. قال الله عز وجل: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فشبهت السفن العظام ويتمخر البحر، من يراها من بعيد يحسبها جبال. والله عز وجل في كتابه العظيم وصف السفن ووصف الأمواج بالجبال، فقال: في السفن ما سمعتم، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وقال: في الأمواج وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه. فذكر الله عز وجل أن الأمواج أشبه ما تكون بالجبال، فقال هنا: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. ثم قال سبحانه: فبأي آلاء ربكما تكذبان. والمعنى أن
كون هذه السفن تنقلكم من بلد إلى بلد، من ديار إلى ديار، هذه نعمة من الله عز وجل عظيمة على بني آدم. ولذلك قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال جل ذكره: كل من عليها، أي على الأرض، وإن لم يجري لها ذكر، لكن هذا تعرفه العرب في كلامها. قال حاتم طي أماوي: إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أماوي: إني لا أقول لسائل إذا حل يوما، إذا جاء يوما حل في مالي النزر. إلى أن قال: إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، يقصد النفس، مع أن النفس لم يجري لها ذكر في الكلم، وقلنا هذا تعرفه العرب في كلامها. لكن قال الله عز وجل: كل من عليها فان، أي سيفنى، أي سيموت. والمراد من ذلك، لما جاء الله بهذه الآية، ما نفهمه لماذا جاء الله بهذه الآية في هذا السياق، هو ذكر النعم، وهذه النعم ظاهرها أنها نجاة، لأنه لما ذكر لنا السفن في البحر، فالسفن ينجو بها العبد، ينتقل من حال إلى حال، ينجو فيها بنعمة الله، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. ثم بيّن جل وعلا أنه وإن كان قد شرع لنا ما ننجو به، إلا أن ذلك لا يعني أننا لن نموت. فهو جل وعلا وإن يسر لنا أسباب الحياة، وكتب لنا أسباب النجاة، وسخر لنا ما يحملنا في البر، وسخر لنا ما يحملنا في البحر، إلا أن ذلك لا يعني أن بني آدم لن يموتوا. فقال جل وعلا: كل من عليها فان، أي سيموت. نظيره في القرآن: إنك ميت وإنهم ميتون، أي سائرون إلى الموت. ليس المقصود أنه قد مات وانتهى، لأن الذي يخاطب بهذا القرآن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان وقت نزول هذه الآية حيا يرزق، لكن الله يقول له: إنك ميت وإنهم ميتون، أي إنكم صائرون إلى الموت. فقول الله عز وجل هنا: كل من عليها فان، أي كلكم سيفنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقد حكم الله عز وجل أنه لا يبقى إلا هو، لا يبقى إلا وجهه. قال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، ولا شيء أعظم من وجه الله، ولا شيء أعظم ولا أكرم من وجه الله. وكل ما يتعلق بالعظيم فهو عظيم. ولذلك الأعمال الصالحة إذا قام بها العبد يريد بها وجه الله، يكتب الله لها البقاء. ليس المقصود أن تبقى عرضا محسا، وإنما يبقى أثرها، يبقى فضلها، أثرها في الحياة الدنيا، تكسو وجه العبد نورا، وأثرها في القبور تحميه من عذاب القبر، وأثرها يوم الحشر تقيه الفزع الأكبر، وأثرها بعد الحساب يدخل برحمة الله ثم بسببها الجنة. كل ذلك نجم، لأنه أراد بذلكم العمل وجه الله العلي الأعلى. وقد قلنا إنه لا شيء أعظم ولا أكرم من وجه الله. ولما كان لا شيء أعظم ولا أكرم من وجه الله، كان لا شيء يعطاه العبد نعمة أعظم من نعمة النظر إلى وجه الله الكريم. والآن فلنأتي عقليا إلى قول الله عز وجل للكريم موسى، قال: ربي أرني أنظر إليك. هذا سؤال موسى، مطلبه، قال: ربي أرني أنظر إليك. قال العلي الكبير مجيبا عبده وكريمه ونبيه موسى: لن تراني. الآن عقليا، لو قدر جدلا أن موسى عليه السلام رأى ربه، مكنه الله، أعطاه الله القدرة على أن يرى وجه ربه، أصبح ليس لموسى حاجة أن يدخل الجنة، لأن أعلى نعيم في الجنة هو رؤية وجه الله. فإذا قدر لموسى أن يرى وجه الله قبل أن يموت، فلا يبقى في موسى رغبة في أن يدخل الجنة، لأن أعظم نعيم في الجنة هو رؤية وجه الله، وقد حصل له قبل أن يدخل الجنة. فلا يمكن أن يعطى أعلى النعيم أول الأمر، وإنما أعلى النعيم هو خاتمة الجوائز. فلا تشرئب الأنفس، لا تطمع في شيء أعظم، لأنه هو نفسه يختم كل رغبة،
يختم كل مطمع، يختم كل شيء تتطلع إليه النفس. فلا يعقل أن يعطاه أول الجوائز وأول العطايا، لأن الله أصلا لم يجعل الدنيا دار جزاء، فكيف يعقل أن يعطى موسى أعظم الجوائز في دار هي دار غير جزاء؟ هذا لا يمكن أن يقوم عقلا. ولما كان لم يقوم عقلا دل النقل عليه: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال ربنا بعدها: فلما تجلى ربه للجبل. وهذا دليل عقلي على أن المؤمنين يرون ربهم، لأن الله عز وجل لما قضى أنه يتجلى للجبل، والجبل غير مكلف، لا يريد ثوابا ولا يخشى عقابا، فإذا كان الجبل وهو غير مكلف تجلى الله له، فمن باب أولى عقلا أن يتجلى الله عز وجل لأوليائه المؤمنين وعباده المتقين الذين عملوا الصالحات وآمنوا به وعظموا أمره واجتنبوا نهيه في جنات النعيم، يتجلى لهم جل وعلا. هذه الأدلة العقلية ليست بشيء أمام الأدلة النقلية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولما قال الله، ذكر الله أهل الكفر، قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره: أما وإنكم سترون ربكم يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث صهيب عند مسلم في الصحيح ما يؤيد هذا ويعضده. فالمقصود قول الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم قال جل ذكره: يسأل فبأي آلاء ربكما تكذبان. قد يقول قائل: قلت في الأول إن الله يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان إخبار عن النعم، ما النعمة في الموت؟ النعمة في الموت شيئان: الأول أن الناس يتساوون فيه، والتساوي بين الناس يحدث بينهم راحة، فالموت يستوي فيه الخلائق جميعا، الأنبياء والملائكة والمرسلون والصالحون والمقربون كلهم يموتون. والأمر الثاني وهو أعظم أنه لا يمكن أن ينال ما عند الله من الثواب حتى نموت، فإننا موعودون بالجنة معشر المؤمنين بعد بعثنا، ولن نبعث حتى نموت. فيصبح الموت في حق العبد الصالح نعمة، لأنه يقربه إلى ثواب الله، يقربه إلى نعيم الله، يقربه، يدنيه إلى جنات النعيم. فقال عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال جل وعلا: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. تبارك اسمه وجل ثناؤه. يسأله من في السماوات والأرض. أولا، من في السماوات ومن في الأرض؟ السماء غاصة بالملائكة، والأرض غاصة بالجن والإنس، وكل من الإنس والجن والملائكة بلا استثناء فقراء كل الفقر إلى من؟ إلى الله. والله جل وعلا مستو على عرشه بائن عن خلقه، وهو جل وعلا مستغن كل الغنى عن كل خلقه، عن الملائكة وعن الجن وعن الإنس وعن العرش الذي هو أعظم المخلوقات. وقال جل وعلا في سورة الإسراء، قال: إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فهو جل وعلا له صفتان عظيمتان لا تكون إلا فيه، لا تكون إلا له. هو مستغن ويغني، مستغن ويغني. قد تجد من جعل الله بيده أنه يغنيك، لكن هو في نفسه يبقى مفتقر إلى غيره، لكن الله جل وعلا يغني وهو مستغن عن كل خلقه بلا استثناء، وهذا لا يكون إلا لله. فلما كان هذا لا يكون إلا له، كان من في السماوات ومن في الأرض بلسان الحال، بلسان المقال، بالاختيار، بالاضطرار، كلهم شاءوا أم أبوا
يسألونه حاجته، يسألونه حاجتهم. قال جل وعلا: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. ولنأخذ بعضا من الأسئلة التي يسأل الله عز وجل إياها. السؤال يقع على معان، ليس المقصود السؤال الاستعلام والاستفهام، هذا قد يقع. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فليس المقصود يطلبونك الأهلة، إنما يستفهمون عن الأهلة. لكن السؤال هنا سؤال الطلب، سؤال الاستجداء، سؤال أنه يريد خيرا لنفسه ذلك السائل. وهذا تعرفه العرب في كلامها. قال لبيد: فوقفت أسألها وكيف سؤالنا، ثم الخوالد ما يبين كلامها. والآخر يقول: ألم تسأل الأطلال والمتربعة. كثير في كلام العرب. لكن المقصود به هنا: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. الملائكة تسأله أن يغفر للمؤمنين، كما نص على ذلك القرآن: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ذكر الله عز وجل سؤال بعض الرسل، سؤال بعض الرسل له، فذكر الكريم موسى قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. فذكر أربع مطالب ختمهن العلي الكبير بقوله: قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولا يقدر على هذا إلا الله. وسأله نوح أن نصر على قومه، قال: ربي إني مغلوب فانتصر. فأجاب الله سؤله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وذكر الله عز وجل في القرآن كثيرا من سؤال عباده إياه. سأله زكريا الولد، وسأله أيوب رفع كشف الضر، وسأله يونس النجاة من الغم والهم، وغير ذلك من أنبياء الله، وكلهم أجاب الله عز وجل سؤلهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم سأله، أي سأل ربه في الدنيا، فأعطاه الله عز وجل كثيرا من سؤله. ومما لم يكتبه الله عز وجل لنبيه، وقد سأله نبينا ربه أن لا يجعل بأس هذه الأمة بينها، لكن الله عز وجل أخبره أنه قد قضى أمره، وأن الله كتب أن هذه الأمة بأسها بينها، كما يرى اليوم من احتراب المسلمين واقتتالهم وتفرقهم طوائف شتى. فالعاقل ينأى بنفسه عن ذلك كله، ولا يقربن الفتن، ولا يلقي بنفسه فيها، ودماء المسلمين معصومة، لا ينبغي لمسلم أن يتجرأ عليها ويكون له ولوغ فيها. فقال جل وعلا: يسأله من في السماوات ومن في الأرض، وما سأل الصالحون ربهم شيئا في الدنيا أعظم من حسن الخاتمة، وما سألوا ربهم في الآخرة شيئا أعظم من أن يزحزحهم الله عن النار ويدخلهم الله الجنة. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، والخواتيم ميراث السوابق، ومن ختم له بخير فقد أحسن الله عز وجل إليه. قال ربنا: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فهو جل وعلا لا يكون شيء إلا بأمره. نحن في رمضان نصوم أولا بتوفيقه، هدانا أن نليس، هدانا أن نؤمن أنه فرض علينا الصيام فنقبل ذلك التكليف، ثم أعطانا القوة على أن نصوم، ثم إذا أفطرنا أفطرنا على رزقه، ولو منعنا إياه لهلكنا. فنحن نصوم بتوفيقه وبحوله، ونفطر على رزقه، ونسأل الله الرابعة وما الرابعة؟ أن يتقبل الله عز وجل منا صيامنا، فإن تقبله أثابنا عليه، لأن الله قال وقوله الحق: إنما يتقبل الله من المتقين، وهو جل وعلا يثيب من تقبل منهم. هذه آيات من سورة الرحمن ذكر الله عز وجل فيها جليل قدرته وفضله وإنعامه، وقال وقوله الحق: كل يوم هو في شأن،
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه السورة المباركة اسمها سورة الرحمن، والرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، وقد جاء في القرآن في مواضع جليلة. جاء في خطاب الخليل لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وجاء في خطاب إخبار تنزل الملائكة، قال الله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وذكر في معرض الثناء على رب العزة على ذاته العلية: الرحمن على العرش استوى. فهو جل وعلا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، كل شيء هالك إلا وجهه، بيده مقاليد كل شيء وإليه المرجع والمآب. هذا على وجه الإجمال ما تيسر إيراده وتهيأ إعداده، ولعل الله عز وجل يبارك فيما تبقى من وقت، فما أغفلنا ذكره عمدا أو سهوا في اللقاء، لعل الله عز وجل أن يتيح لنا أن نجيب عنه من خلال سؤالكم، شاكرا القائمين على هذا الملتقى المبارك دعوتهم، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلنا، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.